ومن مدينة بيغيت جنوب غرب فرنسا ينضم إلينا أحمد كيلاني مراسل الغد. أحمد، بعد وصول زعماء الدول السبع، هل لك أن تصف لنا الأجواء التي تنطلق فيها قمة الدول السبع بمدينة بيغيت؟ نعم، قبل ساعة ونصف من الآن استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء مجموعة الدول السبع في منتجع بيغيت عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت باريس والقاهرة، ومن ثم أقام مأدبة عشاء لرؤساء مجموعة السبع. وبينما كان ماكرون يستقبل الزعماء المشاركين في القمة، كانت هناك تظاهرات في منطقة بايون شمال بيغيت، بالقرب من بيغيت كانت هناك تظاهرات ومواجهات عنيفة جدا اندلعت مع قوات الشرطة الفرنسية. الشرطة الفرنسية استخدمت الغازات المسيلة للدموع بشكل مكثف لتفريق المحتجين، وقامت بحملة اعتقالات شملت حوالي 4 أشخاص، ولكن المواجهات كانت عنيفة جدا. كان هناك ما كانت أسباب هذه المظاهرات ومطالبهم أحمد؟ هذه التظاهرات تندد بشكل عام بسياسات مجموعة الدول السبع، وتندد أيضا بسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون. هؤلاء هم من مناهضي العولمة، وهم مناصرين للبيئة. أيضا كانت هناك أيضا تظاهرات نهارا في منطقة إندايا. التظاهرات كانت كبيرة جدا في منطقة إندايا جنوب بيغيت، كان شارك حوالي، حسب وزارة الداخلية الفرنسية، شارك حوالي 9,000 متظاهر نهارا في هذه التظاهرات. بينما أكد منظمو هذه التظاهرات أن عدد المشاركين فيها وصل إلى حدود 15,000 متظاهر في منطقة إندايا جنوبي بيغيت. حقيقة كان هناك دعوات عديدة من قبل العديد من الجمعيات بالمشاركة في التظاهرات ضد العولمة وضد السياسات العالمية وضد النزعة الليبرالية الكثيرة التي يستخدمها الرئيس ماكرون بالنسبة للاقتصاد. بعد غد ستختتم هذه القمة. أحمد، هل لك أن تضعنا في الصورة في أولوية للمواضيع التي ستؤخذ وتناقش في هذه القمة، وأيضا هل من ردود فعل على اللقاءات وأصداء اللقاءات التي أجراها ماكرون على هامش هذه القمة، والتي كان أبرزها لقائه مع الرئيس الأمريكي؟ نعم، بالتأكيد أبرز لقاء اليوم جرى بين دونالد ترامب وبين الرئيس ماكرون، خصوصا أن هناك ملفات عديدة تختلف فيها فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشرتم قبل قليل أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن هناك عناصر تقارب كانت بين الرئيس ماكرون ودونالد ترامب خلال مأدبة الغداء التي أقامها ترامب. الرئاسة الفرنسية أوضحت بأن الرئيس ترامب أكد للرئيس ماكرون بأنه لا يريد حربا مع إيران بل يريد اتفاقا. في المقابل طرح الرئيس ماكرون على الرئيس ترامب إمكانية أن خيار السماح لإيران أن تبيع جزء من النفط مقابل أن تتعهد بعدم تخصيب اليورانيوم والالتزام بالاتفاق النووي. أيضا أشار مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي، أحد مستشاري الرئيس الفرنسي، أوضح بأن الرئيس ماكرون كان حريصا جدا على أن يشرح للرئيس الأمريكي المواقف الفرنسية والأوروبية بخصوص العديد من الملفات من أجل تفادي أي نزاع أو انقسام خلال الاجتماعات هذه القمة. هناك نعم أحمد، مخاوف كبيرة لدى فرنسا من حدوث أي انقسامات خلال هذه القمة، وباريس حريصة جدا على أن تنجح هذه القمة. شكرا جزيلا لك أحمد كيلاني مراسل الغد، كنت معنا من مدينة بيغيت جنوب غرب فرنسا.